هرجع لحاجة تاني وزمن الفن الجميل، دايما نسمع الكلمة دي ولما نرجع نشوف ونبص كده ونحلل زمن الفن الجميل واللي تقدم فيه، وجهة نظري الشخصية انه سم في عسل. مدرسة المشاغبين اول مرة شفتها شخصيا قعدت اضحك فيها ونكهكه وجميلة وحلوة وزي الفل. وبعد كده الكبرت وغيرها، وبعد شوية لقينا الشباب والبنات بيعملوا نفس اللي اتعمل في المسرحيات دي واللي تقدم في الدراما دي في المدارس وبتعمل في البيوت، وبقى هو ده السمت العام من كوميديا لأخلاقيات سيئة. فهل هو كان فعلا زمن فن جميل ولا ده كان بداية بس السم في العسل؟ وطبعا يعني كان السم يدس في العسل سابقا، ولكن مش بالكم والكيفية اللي حصل الآن. الآن في حالة فجور، كان الأول ده بيتم على استحياء. ويمكن من أثاره ان احنا لغايه لما المذابح اللي اتعملت سواء مذبحه رابعه او من قبلها مذبحه الحرس الجمهوري او مذبحه المنصه والعباسيه وكل اللي كانوا يعني بيسموهم يعني بايدي الطرف الثالث دي كلها، لغايه الاحداث دي احنا ما كناش قادرين نصدق ان ممكن الجيش يعمل كده. طب دي جايه منين؟ جايه من الدراما اللي من الخمسينات، سواء سلسلة إسماعيل ياسين أو بعد 73 بقى بدور والرصاصة لا تزال في جيبي وأبناء الصمت والعمر لحظة والكلام ده كله، إن الجيش ده مصنع الرجال اللي بيدخلوا مايع يخرج خشن، اللي يدخلوا فاشل يخرج ناجح. تكون في 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 يعني في 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 عقيدتنا وفي عقيدتنا الفكرية يعني وفي وجداننا إن الجيش ده لا يمكن، لغاية لما حصلت حتى المذابح دي وكان ما زال الناس بتراهن على الجيش المصري بتاعنا الجيش. والسيسي مش تبعنا، الجيش المصري بتاعنا والسيسي بتاعنا من الشعارات الشهيرة. ما فوقناش غير هذا الإجرام في المذابح وسكوت اللي كنا نظن أنهم شرفاء عليه. المكون ده كله جاي من الدراما. يعني المكون ده كله جاي من الدراما اللي قعدت تغذي في وعينا وتشتغل على الـ الـ يعني اللاوعي على مدار 50 سنة مثلا، 50 سنة تقريبا، من الخمسينات لغاية دلوقتي 50 سنة. فده المكون اللي خلى فعلا أو استثمار الدراما عشان يكون عند الناس، هو عمال يعني يعثو في الأرض فسادا ويكون يعني فاسدين يقدر يتحكم فيهم. وإحنا مازال الموضوع ده يا أستاذة تسنيم، حتى الآن في ناس مش قابلة مننا إننا نتكلم ونقول إن في قادة جيش بيفسدوا في الأرض، باعوا الأرض. في قادة جيش ما زالوا بيتاجروا بمصر وبيتاجروا بدماء المصريين. في ناس لغاية النهاردة من المكون ده هي مش قابلة إنها تسمع ده مننا. إزاي تقولوا كده على الجيش المصري؟ لا، هم بيعتبرونا خونة لما بنقول كده. هم يعتبرونا بهذا الكلام خونة. هم معتبريننا خونة. قلنا الكلام ده ولا ما قلناهوش ازاي؟ لا، انا بتكلم على افراد الشعب. ليه؟ لان هو الـ 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 الدراما رسخت الكلام ده. لا، الجيش لا انسى، مع طبعا دور الاعلام في القصة دي. طب انا هكمل مع حضرتك الكلام.